متزوجة وزوجي يريد أن يتزوج ابنة أختي وأنا أريد الطلاق، فما حكم الشرع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بقول للرجال اللي عايز يتجوز تاني ما تخربش بيتك. وزوجي يريد أن يتزوج ابنة أختي وأنا أريد الطلاق، فما حكم الشرع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بقول للرجال اللي عايز يتجوز تاني ما تخربش بيتك. شكرا يا رشا انك انت لفتي نظري. كان الاسبوع اللي فات جالي سؤال، واحده بتقول جوزي عايز يتجوز بنت اختي وانا عايز اتطلق منه، اعمل ايه؟ فانا زي الطالب كده البليد قريت نص السؤال واتشغلت بفكره اني اقول للراجل ما تخربش بيتك وحافظ على مراتك، وما خدتش بالي ان البنت اللي عايز يتجوزها اصلا ما ينفعش يتجوزها.